بوعي أو بدون وعي قد تستمر في جلد نفسك بصمت مع كل طارئ سلبي يمر في حياتك. قد تزعل من نفسك أنك السبب في كل هذه الأشياء السلبية للأسف، خاصة حين تردد جملا مثل أنا إنسان فاشل، أنا ضعيف الشخصية، أنا غير محظوظ، أنا منعدم الكفاءة وهكذا. إنها أكثر الأسئلة التي تدخل إلى عقلك اللاواعي بسرعة كبيرة، لأنك ترددها مع نفسك سرا، وبالتالي فإنها تأتي طريقها بسهولة لتتحول إلى قناعات راسخة مع مرور الوقت. لذلك احذر أن تلوم نفسك على كل شيء. صحيح يلزمك الاجتهاد والتغيير إلى الأحسن، لكن بدون أن تجلد نفسك. هنا أنت تمارس التدمير الذاتي فحسب، كما أن هذه الأفكار تترسخ في عقلك اللاواعي قناعات راسخة، وبالتالي سوف تجلب المزيد منها. الأرجح أن تجلس مع نفسك بهدوء لتعرف أولا الداء قبل أن تبحث عن الدواء. ردد فحسب، أنا قادر على تجاوز هذه المحن بإذن الله. يوسف حسن في أمان الله.